نجاد عبد المسيح يعكس لنا حقيقة ما لا نراه بالعين المجردة، فتصبح معه الصور التي يلتقطها عن الطبيعة أو الأشخاص أو الحركات المختلفة التي نراها من حولنا دون أن تستوقفنا، خيالات متداخلة مع بعضها البعض تشكل لوحة فنية أقرب منها إلى اللوحة الزيتية من الصورية. ماذا عن معرضه الأخير Loss of Innocence؟ Loss of Innocence عم بحكي فيه اللي هو فقدان الطفولة. وقت اللي بتكوني صغيرة بيقولوا لك انه الحياة حلوة وفي قصور وفي أمراء وفي برنسسز وبرنسسز ولا في أن روز. وقت الواحد أنا للأسف خلقت وربيت بحرب لبنان وفليت من لبنان بس خلصت الحرب طبعا. سأبني شانس أنه مع حظ اليوم بيروت أنا ما بحياتي مثلا كان حدودي بين مدينة جبال وأشرفية وفل من قبرص هيك كان. اليوم بيروت كلها مفتحة على بعض، وأنا كتير بشجع إذا بديك الجيل الجديد أنه يتخالط ويكون مع بعض لأنه تينكسر، لأنه صرنا بسنة 2012 مش بس طائفية، في عندك حضارة. بيروت الحلو فيها هو هالخليط، يعني بتغيري منطقة بتغيري حضارة. أنا معروف أنه بخلط عدد من الصور مع بعض لحتى أخلق صورة واحدة، وعادة صوري بتتكلم عن مدينتي اللي بحبها كتير اللي هي بيروت. فأنا اللي بجرب أعمله أنه مثلا بصور جرافيتي على حيط بخلطها مع بنية من بيروت، برجع بحطها على وجه شخص من بيروت، بيطلع عندك عمل حلو. بس أنا مش بس عم فرجي شغلي، عم فرجي كمان شغل العالم اللي موجودة ببلدي. هلا في نقاد أكيد في مثل ما رح يحبوا عملك، في يمكن ناس يقولوا لك أنه متشائمين. بدي أقول لك سنس وان أنه الفوتوشوب هو آرت، أنت شو بتجاوبهم؟ أنا الفوتوشوب هو وسيلة من إذا بدك وسيلة صغيرة من الأشياء اللي بعملها، بس فوتوشوب مش هو كل شيء. لأن أنا التكنيك تبعي أنا أمرار بجوز على الساعة 4 الصبح لحتى أخذ ضوء معين. على فكرة أنا ما بصور بالستوديو، كل صوري على ضوء طبيعي، يعني أنا ضد عقلي فوت بستوديو أو صور شخص قال له وقف وعمل هيك، أما وقفي وعمل هيك. إذا بدك نص التاني هي الكاميرا تبعي. نجاد لم يكتفي بالصور فخلق هذه المجسمات الصغيرة. ثمن القطعة الواحدة $150 يعود ريعها إلى مؤسسة طفولة الخيرية. من وسط المدينة بيروت، دارين شاهين، قناة الجديد.